بعد مرور 8 أيام على انتهاء انتخابات غير حاسمة، كلف الرئيس الإسرائيلي ريوفين ريفلين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادة حزب الليكود اليميني. الرئيس الإسرائيلي قال في مؤتمر صحفي مع نتنياهو إن 55 عضوا في البرلمان أعربوا عن تأييدهم لنتنياهو، داعيا الكنيست إلى توفير الظروف لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها. ويحتاج نتنياهو حتى يقود الحكومة لفترة ولاية خامسة في المنصب 6 مقاعد ليشكل تحالف اليمين الذي يقوده غالبية تؤهله للحكم في البرلمان البالغ عدد مقاعده 120. وأمام نتنياهو الآن 28 يوما حتى يشكل حكومته مع إمكانية التمديد 14 يوما. هذا التكليف بتشكيل حكومة جديدة جاء عقب فشل المشاورات بين نتنياهو ومنافسه الرئيسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة زعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. وعقد الرئيس الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء اجتماعا مع كل من نتنياهو وغانتس في محاولة لتشكيل حكومة ائتلافية يقودها نتنياهو وغانتس بالتناوب. تجدر الإشارة إلى أن الليكود حصل على 32 مقعدا في الكنيست مقابل 33 مقعدا لتحالف أزرق أبيض برئاسة غانتس في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأسبوع الماضي. وأعلنت الأحزاب العربية في إسرائيل والتي حصلت على 13 مقعدا توصيتها بدعم غانتس لترأس الحكومة المقبلة أملا بإنهاء الحكم الطويل لنتنياهو الذي يترأس الحكومة الإسرائيلية منذ مارس 2009. אני באתי להציג את כמובן מועמדנו להרכבת הממשלה.